بالنسبة إلى هذا التصريح الذي صدر عن السيد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، هو في الواقع كان ردا على رسائل أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب التي شنها الكيان الإسرائيلي على غزة، والتي أوردت الإدارة الأمريكية أنها لا تريد توسيع نطاق الحرب و تحبذ أن تكون هذه العملية محدودة، وطلبت ودعت من طهران أن توعز إلى ما تسميه الوكلاء بأن لا يشنوا هجمات على الولايات المتحدة. ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قالت بأنها أيضا لا تريد توسيع نطاق الحرب، ولكن لا يمكن قبول تصريح الإدارة الأمريكية سواء من وزير الخارجية أو الرئيس الأمريكي جو بايدن وأي مسؤول آخر، لأن الإدارة الأمريكية متحيزة ولا تتخذ موقف الحياد وتشارك بالفعل في العمليات العسكرية للجانب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. إذن هذه الرسالة جوبهت بالرفض، يعني عدم توسيع نطاق الحرب، وفي الواقع مشروط بأن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية موقفا مماثلا أو توعز إلى الكيان الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، وهذا لم يحدث، بل بالعكس رفضت الإدارة الأمريكية لحد الآن مقترحات أو مسودات قرار تقدمت بها البلدان الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن الدولي الصين وروسيا الاتحادية وكذلك البرازيل وغيرها من البلدان بوقف إطلاق النار، ولكنها رفضت. هذا يدلل على أن الإدارة الأمريكية تريد مضيعة الوقت وتريد الاستفراد بغزة وعدم أي تأثير من قبل مكونات محور المقاومة الأخرى، ولذلك هذا التصريح هو في الواقع يعني مجتزأ ومبتور و جاء بشكل ناقص نعم، وعليه بهذا أستاذ الشكل. أحمد، عليه أستاذ أحمد، يعني كيف يمكن أن يؤثر هذا التصريح على جهة لبنان مع الاحتلال، وأتحدث هنا عن حزب الله اللبناني؟ نعم، قلت أن يعني الموقف الأمريكي هو في الواقع مرفوض لأنه متحيز، هذا هو بيت القصيد. إذن بالعكس يعني الحكومة الإيرانية والدبلوماسيين ومنهم السيد حسين أمير عبد اللهيان قال أن كل شيء مرشح للتصعيد، وحتى قائد الثورة الإمام الخامنئي قال لو أن مكونات المقاومة أرادت الدخول في المعركة، يعني مكونات المقاومة الأخرى يقصد حزب الله وغيرها، فلا أحد يستطيع صدهم والوقوف أمامهم. هذه هي التصريحات الإيرانية الصحيحة والتي صدرت عن كبار المسؤولين في إيران، وليست كما هو تتناقله بعض وكالات نعم الأنباء نعم التي تريد سيدي، التشكيك في الموقف الإيراني. عذرا على المقاطعة، لكن على الأرض نرى أن المواجهة بين حزب الله وإسرائيل هو أقل من حرب، وهو أكثر من مواجهة عسكرية، من مناوشات. أين ترى موقف حزب الله من في ظل ما يجري من في قطاع غزة، وبالتالي هو موقف طهران مما يجري في قطاع غزة؟ بالنسبة أولا إيران ومن ثم حزب الله. أولا إيران يعني دعت إلى نصرة غزة بكل ما لديها من وسائل، وحتى أخيرا أرسل اللواء قاآني قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري رسالة إلى القائد العسكري في حركة حماس السيد محمد الضيف، قال نحن نقف إلى جانبكم وسنتخذ كل ما يلزم ولن ندع المقاومة الفلسطينية تسقط بيد الكيان الإسرائيلي. هذه هي مضمون الرسالة التي بادرت إيران أو بادرت قوة القدس بإرسالها إلى السيد محمد الضيف. وأتصور
أن هناك يعني رسائل سابقة أرسلت بهذا المعنى، ولكن اضطر اللواء قااني إلى الكشف عن مضمون الرسالة لأن التواصل صعب في الوقت الحالي في ظروف المعارك واحتدامها والغزو البري الواقع على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا أولا. أما بالنسبة إلى موقف حزب الله، يعني العملية ليست عملية مناوشات، بالعكس يعني حزب الله داخل في الخط ويطلق الصواريخ، وقد وصلت صواريخه إلى شمال حيفا ويستهدف المستوطنات الإسرائيلية المحاذية قرب يعني المنطقة الشمالية، منها كريات شمونة وغيرها، وحتى الأراضي يعني المحتلة مثل كفر شوبة ومزارع شبعة وغيرها من هذه المناطق. والآن ثلث القوات الإسرائيلية البرية محتجزة قرب الخوف والهلع من دخول حزب الله في المواجهة الشاملة. هذا أولا. وثانيا، نصف القوة البحرية الإسرائيلية الآن متواجدة قرب السواحل اللبنانية تحسبا لأي طارئ وتحسبا لإلقاء حزب الله ثقله في المعركة. والكيان الإسرائيلي ومن ورائه الولايات المتحدة يخشون، ودخل مواجهة محتدمة وقريبة، وقد قدم الحزب أكثر من 50 شهيد لحد الآن، وكذلك في الجانب الإسرائيلي قتل العشرات وأصيب أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين. ولكن الجانب الإسرائيلي يتكتم كما تعرفون على الخسائر دائما. صحيح الواقعة. صحيح. كان هناك سيدي لغط وتضارب في الأخبار حول لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع خامنئي في طهران قبل يومين. كان هناك تسريب أن خامنئي أخبر حماس أنها لن تقاتل نيابة عن الشعب الفلسطيني، لكن سرعان ما نفى مسؤول إيراني ذلك. يعني ما سبب هذا التضارب، وما حقيقة ما جرى بين هنية وخامنئي؟ بالنسبة إلى ما ورد يعني بهذا الشأن، هو في الواقع يعني لم يصدر عن أي جهة رسمية إيرانية بأن تفاصيل اللقاء كانت بهذا الشكل، وإنما نقلته وكالة أنباء رويترز. وحالما يعني نشرت الوكالة بعض التفاصيل عن هذا اللقاء، ويحوي نقطتين نفتهما طهران. أولا، وجه كما أوردت وكالة أنباء رويترز، وجه الإمام الخامنئي مرشد وقائد الثورة الإسلامية في إيران الانتقاد لحركة حماس عبر السيد إسماعيل هنية بأنها لم تخبر إيران بتوقيت الهجوم وببدئه. صحيح. هذا أولا. والأمر الثاني، أن إيران لن تقاتل بالنيابة عن حماس، وقد نفى أو نفت صحيفة تابعة لمكتب قائد الثورة وهي صحيفة كتائب حزب الله، نفت جملة وتفصيلا وكذبت ما ورد في وكالة أنباء رويترز. لذلك ينبغي التحري عن مصداقية مثل هذه الأخبار، وهل لها أساس من الصحة أم لا. والكثير من وسائل الإعلام الغربية تحاول المساس بمكونات محور المقاومة لأنها تتبع سياسة فرق تسود، وتريد التشكيك وإلقاء الشبهات في الموقف الإيراني تجاه الحرب الجارية في غزة. نعم. وبهذه الجزئية أستاذ أحمد، وبالحديث عن الأخبار في الإعلام الغربي وتحديدا الأمريكي والبريطاني، كان هناك حديث عن صفقة أمريكية تفضي بالإفراج عن أكثر من 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في بعض الدول، مقابل عدم تصعيد إيران أو انخراطها في الحرب على غزة. ما رأيك وما صحة هذه الأنباء؟ بالنسبة لهذا الخبر، يعني فيه صدق وفيه كذب، هو محاولة للخلط ما بين
يعني اتفاقيتين أو الإيحاء بأن هذا الاتفاق مرتبط باتفاق عدم التصعيد. بالنسبة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، هذا موضوع يعني قديم ويعود إلى الاتفاق ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين لدى البلدين، ومن ثم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بفعل قرار وزارة الخزانة الأمريكية في كوريا الجنوبية وفي العراق مؤخرا، وهذه الأموال تعود إلى إيران لقاء تصدير الغاز والنفط إلى هذين البلدين. وبالنسبة إلى الـ10 ملايين أو 10 مليارات دولار كما أشرت، هي أموال إيرانية موجودة مودعة لدى الجانب العراقي لقاء تصدير ما قيمته يعني بهذا الشأن في الواقع ملايين الأمتار المكعبة من الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية العراقية. وأوعزت الإدارة الأمريكية للعراق بعدم تسليمها إلى إيران وإبقائها لحين التوصل إلى اتفاق. طبعا أنا لا أريد التعليق على صحة أو قانونية، ينتهك لكل القوانين الدولية، هذا أولا. والأمر الثاني، حصل اتفاق ما بين الجانبين، وأوعزت الإدارة الأمريكية لتسليم أو رفع الحظر عن الإفراج تجنيد عن ستة الأموال. مليارات دولار كانت محتجزة في كوريا الجنوبية أولا. وكذلك الاتفاق أيضا ينص على نعم، اتضحت الفكرة يعني بهذه الإفراج عن الجزئية. هذه الأموال لقاء يعني تجميد الحظر الأمريكي ضد توريد الغاز الإيراني إلى العراق. وهذا ما أصدره البيت الأبيض مؤخرا. الإدارة الأمريكية مددت تجميد الحظر إلى مدى نعم، شكرا 3 سيدي، أشهر وصلت حتى الفكرة. يمكن تبادل الغاز والأموال المدنية. نعم، شكرا لك من طهران الأستاذ أحمد مهدي المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة.